اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده وطبق جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو اللحم المحشي. طبعا اللحم راح نحشيه البصل والفطر وراح نخليه بالفرن، راح نسويه بشكل جميل راح يعجبكم وراح تسووه ان شاء الله بالبيت. بالنسبه للمكونات، لحم مفروم، فطر، قطعه بصل، بطاطا. طبعا بالنسبه للمواد والكميات اللي احنا راح نسويها هي حسب الرغبه. اكو ناس ما تقدر يعني ما تحب تخلي بصل، تقدرون ما تخلون بصل، تخلون الشيء اللي انتم تحبوه ويا اللحم، يعني انتم تعرفون راح يطلع طيب ويا اللحم تقدرون انتم تخلوه. بالنسبه للبهارات راح نضيف فلفل ابيض وملح وفلفل اسود راح ينطي طعم طيب ويا اللحم. بالبدايه راح نضيف الزيت، راح نقطع البصل، طبعا راح نسويه على شكل شرائح، بهذا الشكل. نقدر هسه نضيف الفطر وبعدها راح نقلي البطاطا ويا آخر شيء، راح نخلي البطاطا. طبعا البطاطا راح نسويها جدا يعني ناعم حتى تستوي ويا البصل والفطر. هذا الفطر، نقدر نغطيه هسه شوية بين ما نقطع البطاطا. البطاطا راح نسويها جدا رفيعة، طبعا على شكل جوليان بس جدا ناعمة حتى تستوي بسرعة. طبعا احنا بنضيف البهارات الفلفل الاسود والفلفل الابيض، طبعا يطلع نكهه جدا طيبه ويا هاي الاكله. هذا البطاطا زايد يعني كافي. راح نضيف البهارات ونغطيه. هذا فلفل اسود يعني نسخه شوقة مال شاي كافيه له. هاي الملح، طبعا الملح بالنسبه لكم هي حسب الرغبه، ايش قد ما تريدون تخلون. هذا فلفل ابيض. ما راح نضيف بهارات ويا اللحم، راح نضيف ملح قليل فقط. طبعا تقدرون ما تخلون فلفل ابيض، تخلون ويا كاري، الكاري ويا البطاطا ايضا يطلع طيب، بس شكل الطبق راح يختلف، راح يصير من جوا لونه اصفر. عندنا هذا اللحم راح نضيف عليه الملح. راح نفتح قطعة سيليفون، راح نضيف الزيت حتى اللحم ما يبقى لازق بالسيليفون أو يحترق. راح نفتح اللحم ونهيئه، طبعا نقدر نسوي قطع ونقدر نسوي قطعة كاملة، يعني قطعة وحدة. راح نسوي احنا قطعة وحدة، راح يطلع أجمل وأيضا بالتقطيع راح يطلع جميل.
هذا اللحم مثل ما تشوفون راح نسويه بهاي الطريقة. راح نخلي الخضروات مثل ما تعرفون البصل والفطر والبطاطا راح نخليها هنا فوق اللحم، وراح نسوي طبقتين، يعني راح نسوي طبقة أخرى فوقها، وبعدها راح نغلفها بالسيليفون ونخليه بالفرن. هاي طبعا تقريبا استوت وصارت جاهزة، بس احنا راح ننتظر بعد حتى البطاطا تستوي زين. إذن مثل ما عودناكم أعزائي المشاهدين يوميا نقدم لكم نصيحة يومية، نذهب الآن ونشوف النصيحة. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هاي النصيحة، نتمنى أن تكونوا تستفادوا من هاي النصائح اللي جاي نقدمها لكم يومية. اللحم مثل ما قلنا احنا مجهزين ومحضرين، الفطر والبصل والبطاطا. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، مثل ما قلنا لكم اللحم احنا محضرين قبل فترة لأنه اللحم ما يلحق يستوي. اللحم مثل ما قلنا لكم هذا اللحم اللي احنا محضرين، خليناه شوية بالفرن حتى يصير حار، راح نقدمه لكم بهذا الشكل. راح نخليه بهذا الطبق، نقدر بالبداية راح نخلي اللحم بالطبق وبعدها نقدر نخليه مثل ما هو أو نقطعه. إذا تريدون اللحم يبقى يمكم حار يبقى بالسيليفون، وقت الأكل تفتحوه من السيليفون يبقى محافظ على الحرارة مالته. هذا اللحم طبعا انتم اذا تريدون اللحم يبقى على حيله وما يتفلش، يعني مثل يعني ما راح ينهرس اللحم او هذا، تقدرون تخلون الخضروات اقل، اللحم يبقى محافظ على يعني على توازن مالته، ما راح يتفلش. مو مثل هسه احنا بالعكس احنا خلينا خضروات ويا هوايه، الطبق راح يصير اجمل وراح يصير طعمه اطيب. نقدر نخلي هاي الطماطويه على الاطراف ينطي لون للطبق. إذا أعزائي المشاهدين شكرا لكم لحسن المتابعة، نلتقي غدا بحلقة جديدة وطبقا جديد في أمان الله وحفظه.